بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال
فليتقوا الله وليقولوا قولا
سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فليتقوا الله وليقولوا
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم سيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله فريضة من الله حكيما
فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين من الله صدق الله العظيم. فريضة من الله فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد
ولهن ربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد وصية من الله والله عليم حليم من بعد وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله تلك حدود الله تلك حدود الله وإن كان رجل يورث
وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها دين غير مضار وصية من الله من بعد وصية يوصى بها تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا صدق الله العظيم.
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما
إنما التوبة على الله. يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. صدق الله العظيم. التوبة على الله إنما التوبة على التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل
لكم أن ترثوا النساء أكرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم يا مرحبا زينب خليك سلام
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما وكيف تأخذونه وقد أفضي بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات وأمهاتكم التي أرضانكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضانكم وأخواتكم من الرضا Thank you.
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضانكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا وإياكم خاشعين منصتين للتلاوة
قتلها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السجاف مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف والحاصل على أول جمهورية في ليسانس القراءات وعلوم القرآن والمقيم بزاوية حمور التابعة لمركز ومدينة الدرنجان محافظة البحيرة. أما بذلك عن أحدث مكبرات الصوت العالمية والإنارة الكهربائية والمعرض الفني ركبت تحت إدارة وإشراف البشمهندس عمر حسن المقيم بكبر البستان. حضرات السادة المعزين الكرام شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده